تعتبر الولايات المتحدة شهر آذار شهر المرأة والاحتفال بمنجزاتها، وانطلاقا من هذا احتفت قنصليتها في البصرة بمجموعة من نساء المدينة اللائي أبدعن وتركن بصمة في المجتمع، سيما بعدما أضحين ينافسن الرجال في مختلف الميادين برغم تحديات الواقع الراهن. وعلى شكل حلقات تبادلن النساء البصريات مع نظيراتهن الأمريكيات الحديث عن دور المرأة وظروف حياتها في الجنوب، إلى جانب إنجازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي هي محل إشادة هنا. نحن سعداء جدا بالاحتفال بالنساء البصريات ومنجزاتهن التي تبعث بروح التفاؤل لمستقبل المحافظة، كما أننا نشيد بدور النساء اللواتي ضحين في الحرب ضد تنظيم داعش. وتقول النساء في البصرة بأن حالهن شهد مؤخرا تطورا ملموسا من ناحية الحصول على بعض الحقوق التي تكاد أن تكون مساوية لحقوق الرجال في بعض المجالات، لكن هذا جاء بعسر وليس بيسر على حد قولهن. على أرض الواقع فعلا المرأة حققت الكثير، لا يغيب عن بالنا أبدا أنه وجود كثير من العقبات. المجتمع المتمسك بالكثير من الأمور العشائرية لا زال يشكل عائق أمام المرأة. إصرار المرأة وتصديها لمثل هكذا مفاهيم اللي هي خاطئة راح يؤدي إلى أن تبرز المرأة وإلى أن تقود، ربما المرأة تقود الرجال في بعض الحالات. وتقدم النقيب عليا حسين مثالا حيا عن قصص نجاح المرأة البصرية في شق طريقها وإثبات وجودها في مجتمع ذكوري بامتياز. ليس من السهولة المرأة تستطيع أن تحقق كل ما تطمح له. تعرف بمجتمعنا الجانب العشائري، أيضا الأعراف والتقاليد موجودة، لكن الحمد لله والشكر يمكن حققت الشيء اللي أطمح، جزء من اللي أطمح له، وإن شاء الله طريق مستمر. وفي هذه المناسبة تدعو النساء كافة الأطراف إلى إنهاء حالة التمييز ضد المرأة التي لم تعد تشكل نصف المجتمع بل المجتمع كله. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.